استاذ محمد بشير، نقيب محامين الوادي الجديد، اهلا ومرحبا بحضرتك، وحبينا نبارك لسيادتك على الفوز للمره الثانيه بمقعد النقابه في الوادي الجديد. سيادتك تحب تقول ايه للمحامين اللي دلوقتي وضعوا الثقه في حضرتك وانتخبوك لتاني مره يا فندم؟ ان شاء الله نكون عند حسن ظنهم، ان شاء الله احنا نقابه تحت التاسيس، فبنسعى ان يكون لنا مقابل لائق وننجز مشروع العلاج خدمة للمحامين في الوادي الجديد سواء في الداخل أو الخارج. وبالنسبة للزملاء في الداخل عايزين ننشئ لهم مقر كنادي يستفيد منه ويكون متنفس لهم، بالإضافة إلى باقي الخدمات النقابية اللي ننقلها من أسيوط مكتب الصفاء النقابة من أسيوط للوادي الجديد. إن شاء الله ونكون عند حسن ظنكم، ونكون اهلا للعمل. ان شاء الله فندم، احنا جريت تخبر الوادي الجديد بشكر حضرتك جدا، ونبارك لحضرتك مره ثانيه فندم على الفوز. شكرا فندم.